مولود الأسد أفضل ما بيميز هالأسبوع المتقلب والمتأرجح بين الإيجابية والسلبية هو أنك رح تواجه مناخ مربك ومتوتر ومزاجي ومتراجع، وممكن تندم على تصرف بخلي الزملاء ينفروا منك. مع تواجد الكواكب مجتمعة بمواقع معاكسة، المريخ وأورانوس من الثور، زحل المتراجع من الدلو، عطارد والشمس من السرطان، والقمر من العقرب ببداية هذا الأسبوع يلي بشكل مثلث فلكي مع الشمس من برج السرطان السبت والأحد. مشان هيك بدك تنتبه كتير منيح من التحديات والخيبات والفضايح، وممكن تلاقي حالك بموقف محرج بسبب تدخلات خارجية، لكن رح تتحسن الأمور مع وصول القمر للقوس التنين والتلاتة. يومين حلوين بتقدر تعيش فيهم أيام واعدة بارتياح وصداقات دافية، فترة غنية بمشاريع وأحداث البناءة على صعيد العلاقات العامة والشخصية. بتكون السباق بكل الأمور، في تغيرات مهمة بانتظارك، أجواء فلكية مصيرية ناجحة وداعمة، تأثيرات حلوة، تواصل بكلام حلو، عندك حركة مهمة جدا على كافة الأصعدة شخصيا مهنيا، فترة بترفع من شأنك. تتابع الحظوظ مع وصول القمر المكتمل للجدي يومين الأربعاء والخميس، يومين حلوين بيخدموا مصالحك، ممكن تسمع جواب مهم، تقتحم مجالات جديدة، بتتميز بالقدرة على استيعاب كل شيء عم يبرم من حولك، وحتكون السباق والرائد بمحيطك. بتخف الحظوظ مع وصول القمر نهار الجمعة لبرج الدلو المواجه لبرجك، يعني طاقة ضعيفة فارغة من الحظوظ. نهار ثقيل مخيب للأمال، بيحمل التباسات وتأخير امتحانات صعبة، عليك أنك تتعامل معها بدبلوماسية هادية دون أنه تاخد أي قرار متسرع، كن حذر جدا. عاطفيا بعد عم يحمل لك كوكب الحب من برج الجوزاء افاق جديده حلوه على الصعيد الشخصي والعاطفي، وسحر مميز ومفاجآت ومغازلات وانفراج دعم تأييد بلطفه كوكب الزهره، وبخليك تعيش فتره واعده من السعاده والفرح والانسجام. شخصيتك جذابه لامعه وعيونك عم تبرق من التأثيرات الداعمه بحياتك العاطفيه والشخصيه. اما العازب ممكن تعرف لقاء مهم جدا بيقلب حياتك وبغير كل الاتجاهات.